كريز ديال الكورونا تعاملنا معها في الحقيقة ماشي كمصلحة مستقلة، لأنه في المستشفى كانوا بزاف ديال المصالح اللي كانوا متدخلين. كان تحدي كبير اللي هو أشنو؟ أنه تكون استمرارية الخدمات وفي نفس الوقت رعاية مرضى كوفيد. الحالة المستعجلة ديال المريض أن تلزم عليك تدخل 19 مرة 20 مرة، وهنا كيكون احتكاك كبير. ألمانيا دات بزاف ديال التيست، وهذوك التيست كان تيفرقوا بين كوفيد 19، الناس اللي عندهم كوفيد 19 اللي كوفيد 19 بوزيتيف، والناس اللي تشي مرض. أهلا بكم. الكوفيد 19 أصاب أكثر من 12 مليون شخص عبر العالم. فيروس مازال جديد حير العالم بأسره. ألمانيا كانت سباقة واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وكانت أيضا من الدول الأولى اللي طبقت عملية رفع الحجر الصحي. ملي بدا الفيروس كينتشر في اوروبا وخاصه في ايطاليا، نظرا للقرب الجغرافي مع ايطاليا خاصه في الجنوب، يعني بدات اول ولايه هي بايرن بدات في التدابير. واللي خصنا نعرفه ايضا هو ان المانيا عباره عن جمهوريه اتحاديه، فكاين فيها 16 ولايه وكل ولايه مستقله عن الاخرى، دونك باش تكون صياغه ديال واحد القرار يشمل ويسري على المانيا كامله، كان هذا الامر طلب بضعه ايام. وهنا ما تفوتنيش الفرصه باش انني نوه بسرعه وسلامه القرار اللي اتخذه المغرب، وكنظن انه هو من بين التدابير اللي خلتنا اننا نتجنبوا السيناريو الأسوأ. علاش كانت المانيا ناجحه كثير؟ بزاف ديال الناس يسولوني تيقولوا علاش دكتور ماجد المانيا كانت ناجحه في هاد ثيرابي ديال كوفيد 19، في هاد العلاج. فوالا، المانيا دارت بزاف ديال تيست، وهذوك التيست كانت تفرقوا بين كوفيد 19، الناس اللي عندهم كوفيد 19 اللي كوفيد 19 بوزيتيف، والناس اللي بشي مرض، حيت لو طون ديال انكوباسيون ديال كوفيد 19 هي 2 سيمين. اللي لقاو عنده كوفيد 19 بوزيتيف تيدخل في هذاك الحجر الصحي، وممنوع يكون عنده كونتاكت مع العائله ديالو ولا لي زامي، ممنوع تيكون في الدار كان ايزولاسيون، اوكي لا كونفينمون. فوالا، هذاك الشيء كان ناجح في المانيا. اون بلوس كان هذيك زيستي ميديكال ناجح كثير في المانيا، تري افيكاس. لي زوبيتو لي سونتر ميديكال تادابتاو، زعما كنت تعلموا كيفاش يعالجوا لي جون كي سون مالاد. النظام الصحي الالماني اللي هو نظام فعال وقوي، فاكثر من 1900 مستشفى كيتوزعوا على كامل التراب الالماني، واكثر من مليون شخص كيشتغلوا في هذا الميدان، منهم حوالي 380 الف طبيب، وعندهم نظام ديال طبيب العائله، نظام قوي، هو اول طبيب كيشوفوا المريض. اذا واخا كيكونوا الناس، واخا كاين في المانيا بزاف ديال الاشخاص مسنين، يعني عندهم بزاف ديال الامراض المزمنه، الا انه هذه الامراض المزمنه يعني دائما كتكون مستقره، واخا كيكون مرض السكري او ارتفاع ضغط الدم. على العموم مادام انه هذا الخط الاول ديال الطب انه طبيب الاسره او طبيب العام، يعني كيتبعوا المرضى بشكل دوري بشكل منتظم، كيكونوا تقريبا في حاله مستقره، حتى الى توقع انه تصاب الفيروس يعني كتكون ديجا عنده واحد لاباز فيتال، انه كاين واحد العدد ديال الوظائف ديال الجسم، انه مازال المناعه ديال الشخص ما كتكونش ضعيفه بزاف. من الاشياء الاخرى اللي خلات ايضا الاستجابه تكون، يعني التأثير ديال الفيروس يكون ماشي بزاف على المانيا، كما قلنا انه الانضباط ديال الشعب الالماني، التعليمات ديال السلطات الصحيه. اول اصابه بالكوفيد 19 في المغرب تسجلت في شهر مارس الماضي، مباشره بعد منها قام المغرب باتخاذ جميع التدابير الوقائيه والاجراءات الاحترازيه لمنع انتشار الفيروس، وايضا باش ما تكررش معنا الماساه اللي وقعت في بعض الدول الاوروبيه بحال اسبانيا وايطاليا وفرنسا. تجربة مغربية كتعتبر الأفضل على المستوى العالمي، والدليل عدد المصابين وعدد الوفيات منذ بداية الجائحة. الروبورتاج من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
الجائحة والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني تعبأ تعبئة كبيرة ونخرطوا جميع الأطر التي تشتغل في المركز بما فيها الأطر الطبية التمريضية مساعدي العلاج وكذلك الأطر الإدارية والتقنية والمهندسين وكذلك شركات المناولة اللي هي تجندت بالأعوان ديالها اللي كيشتغلوا لصالح المركز الاستشفائي الجامعي بحيث ما حسيناش بأنهم ناس غرب علينا ولا بعد علينا كنا كنشتغلوا في نفس الفرق وهاد شركات المناولة كنخص بالذكر شركة نقل المرضى اللي بغون كاغدين اللي أدوا خدمة كبيرة مساعدات النظافة أعوان النظافة اللي تبارك الله كانوا كيدوزوا ساعات كبيرة من أجل رعاية المرضى والنظافة السهر على النظافة وعلى الأمور الصحية للمرضى بما فيها تنظيف المأكل ديال المكان ديال المبيت ديالهم والأماكن كلها والأسطح بالإضافة إلى المسعفين الأعوان اللي كانوا كيشتغلوا في الإسعاف لي زومبيلونسي حتى هما أدوا واحد الخدمة كبيرة وكانوا هما يعني متهم الصفوف الاماميه ماشي غير فقط الاطر التمريضيه والطبيه ولكن حتى هاد الاعوان وكنوجهو لهم تحيه. لا كريز ديال الكورونا تعاملنا معها في الحقيقه ماشي كمصلحه مستقله لانه في المستشفى كانوا بزاف ديال المصالح اللي كانوا متدخلين واهم مصلحه اللي كنا كنتواجدوا فيها هي المصلحه ديال استقبال المرضى ديال الكورونا المرضى المشكوك فيهم واللي كانوا كينعسوا ما حد مشكوك فيهم على ما يجيو التحاليل دونك ومن بعد كيتوجهوا هاد المرضى للمصالح يا اما الا كانوا مرضى اللي هما في حاله خطيره كيتوجهوا للمرحله او خطيره او لا تقريبا غتولي خطيره كيمشيو للمصلحه ديال الانعاش أو ليلة كانوا في حالة مستقرة كانوا كيمشيو للمصالح سميتو وكانوا كنعملوا مع مجموعة ديال الاختصاصيين كان الأطباء ديال الطب الداخلي أمراض الجهاز العصبي وجميع الاختصاصات حقيقة كانوا متدخلين طبيعة الحال المصلحة ديال الأمراض الصدرية كانت يعني كان تخصص محوري ولكن ماشي هو الأساس كنا كنتعاملوا يعني كل شيء كان خدامين الأطباء ديال المستعجلات الأطباء الداخليين ديال الإنعاش الاختصاصات كلهم كانوا داخلين وبطبيعه الحال كيكونوا عندنا اجتماعات رسميه في الاداره شبه يوميه اللي كنحدوا بها كل مره كنحدوا بها شنو هو طريقه العمل اللي غادي نسمي وبطبيعه الحال كانت انفليكسيبيليتي يعني كان واحد سميتو مسائل كان طريقه العمل ديالنا كتغير على حساب الطبيعه ديال في المرحله الاولى كانت عندنا طبيعه في شكل من بعد ملي كثروا المرضى بزاف ولا السبيطار كامل ولات عندنا طبيعه العمل مختلفه. كان تحدي كبير اللي هو اشنو هو انه تكون استمراريه الخدمات وفي نفس الوقت رعايه مرضى كوفيد ان اللي عنده استمراريه الخدمات خاصه في الامور المستعجله مثلا مرضى امراض القلب مثلا امراض الجهاز العصبي مثلا اللي خاصو شي عمليه مستعجله كان البلوك ديال المستعجلات كيشتغل وتم فتح واحد المستشفى لان المركز الاستشفائي الجامعي فيه 5 المستشفيات تزاد واحد المستشفى اللي مازال ما دشنش مازال ما فتحش ابوابه فتحناه كانقاذ كتعزيز للبنيه بالنسبه للمرضى اللي كانوا مازال ناعسين في لوبيتال اللي كامل تخوى مستشفى كامل اللي قمنا باخلاء جميع المصالح ديالو الطبيه والجراحيه من اجل استقبال مرضى كوفيد هذاك المستشفى الاختصاصات اللي اشتغل كله بالاطقم ديالو بتجهيزات بالاسره هو كان المرضى كوفيد داك المرضى اللي كانوا فيه تم تحويلهم بواحد الطريقه سلسه وتدريجيه لو شوب شنو هو لو سونتر اوسبيتاليي دونكولوجي بيدياتريك ايديماتو اونكولوجي بيدياتريك دونك هو مستشفى امراض الدم والسرطان ديال الاطفال وديال البالغين اذا هذا مازال ما افتتحش الابواب ديالو ولكن قمنا باستغلال البنيه ديالو التحتيه وتم تعزيزها باسره باش دوك المرضى اللي كانوا كيعانيو من امراض اخرى يبقاو كيواصلوا العلاج ما يكونش واحد القطيعه في العلاج
منذ البداية خلينا واحد لاكتيفيتي واحد الخص اللي ما عندهمش الكوفيد وخاصة المستعجلات، ولذلك قسمنا المستشفى الأم الطفل على جوج، واحد النص خاص باللي محتملين يكونوا عندهم الكوفيد منذ الدخول المستشفى، واحد الوحدة ديال الترياج ديال الفلتر تما كيتشافوا، إذا كان كاين احتمال كيدخلوا المسار ديال الناس ديال المرضى ديال الكوفيد الاحتمال وحتى لا كونفيرماسيون، وإلا ما كانش عنده أي أعراض من كوفيد كيمشي للجناح الآخر الجزء الثاني اللي مكلفنا وخلينا واحد لاكتيفيتي ديال المستعجلات، كنقول المستعجلات الطبية ديال الطفل والمستعجلات الجراحية ولا ماتيرنيتي الولادات، دونك هذه سيت اون اكتيفيتي اللي بقات. وحتى الاطفال اللي عندهم لونكولوجي كنعرفوا بان السرطان ما يمكنش يستنى، دونك كانت واحد اون اكتيفيتي عاديه في واحد الجناح ديالها دونك بعيد على الحالات. خدينا اون شارج زعما مجموعه ديال الاطفال ولا بارتيكولاريتي والخصوصيه ديال الطفل العلاقه ديالو بالكوفيد، ومن خلال اللي وقع في العالم كله في الصين في ايطاليا في فرنسا واسبانيا فهمنا بان الطفل ما كيتقاش شي بزاف بالكوفيد، يعني الاحصائيات كتقول 1% يعني وحتى ملي كيتقاس ما كيديرش يعني الحالات الصعيبه اللي كتحتاج الانعاش، الحمد لله ما شفناش بزاف، وحتى الوفيات تقريبا ما كانوا شيء بالمقارنه مع الادولت. من كنقولوا الطفل حتى العشر سنين، وحتى البروتوكول العلاجي ماشي بحال ديال الانسان البالغ، كان بروتوكول خاص يعني خدمت عليه مجموعه ديال الجمعيات العلميه وتصادق عليه في اطار ديال اللجنه ديال وزاره الصحه، هو بروتوكول خاص على حسب كل حاله على على على, على حده. تطوعنا باش نخدموا مع مرضى ديال كوفيد 19 اللي هما في حاله حرجه، وكما كتعرفوا ان مريض اللي كيكون في الانعاش واللي كيستدعي منا واحد العنايه مركزه ولا كما كنقولوا عنايه ماشي بحال المرضى الاخرين، ولا علاجات زايده حيت كيكونوا مرضى اللي عندهم فشل في تقريبا جميع الاعضاء، الجهاز التنفسي جهاز القلب والشرايين، يعني كيكون واحد التاثير عام على جميع الاجهزه. والفرق اللي كاين في لو طرافاي يعني في الخدمه، يعني كيكون هنايا خدمه صعيبه بزاف مقارنه مع المرضى الاخرين، حيت ديجا خدمنا مع مرضى اللي كيتعالجوا هكا ولا اسيمبتوماتيك ولا هذاك، يعني كتكون كتبروغرامي الدخلات ديالك لعندو باش ما كتكونش واحد الاحتكاك بزاف مع المريض، باش الطاقم الصحي والطاقم الطبي كيبقى حيت الرهان الوحيد هو انه ما يسقاش الطاقم الطبي والطاقم الصحي. هنا بالعكس هنايا تقدر تدخل حتى 10 المرات وقتاش ما استدعى الضروره ديال الضروره ولا كما كنقولوا الحاله المستعجله ديال المريض ان تلزم عليك تدخل حتى 10 المرات حتى 20 مره، وهنا كيكون احتكاك كبير وكيكون يعني كما كنقولوا دوتخو باغ كيكون واحد لو ريسك كبير. المرضى اللي كانوا في الانعاش نسبيا كانوا قلال، ولكن خاص تعرف بانه مريض واحد في الانعاش راه الفريق اللي كيكون مكلف به راه بالنسبه لنا كيف جوج المرضى كيف خمسه المرضى كيف 10 المرضى، لانه الطاقم الطبي اللي كيكون في الانعاش بالنسبه له الى دخل في لاكارد راه كيدخل في لاكارد، بالتالي بطبيعه الحال المرضى ديال الانعاش عندهم احتياطات خاصه، ربما الاختصاصيين في الانعاش يهضروا معكم احسن، ولكن عندهم احتياطات خاصة وعندهم مساطير ديال العمل وديال كتكون خاصة، ولو ريسك بالنسبة للمرضى لأنهم دخلوا الإنعاش إلا وكتكون عندهم يا إما حالة خطيرة يا إما كتكون عندهم سن متقدمة أو عندهم أمراض وحدة أخرى، وبالتالي كيكونوا متعرضين في أي لحظة أنه يدخلوا في حالة حادة وربما كيموتوا كاع.
الحمد لله ما كانتش شي وفيات كثيره بزاف، كانت نسبيا قليله، ولكن كيف ما كان يعني الناس الاطباء ديال الانعاش مشكورين، بدلوا مجهود كبير، بدلوا مجهود كبير ماشي غير في التكفل بالمرضى ولكن حتى في استقبال الحالات الحاده، لانه كانوا كيجي المريض بعض المرض احنا مازال ما عارفينوش واش كورونا غير شاكين فيه، ولكن كيدخل في واحد الحاله قبيحه بزاف، بالتالي كيخصهم ينزلوا يتكلفوا به، ويعني وكتم بشو واحد السرعه خاصها تكون خاصه، وخاصو يدير التحاليل بطريقه خاصه الى اخره. شي شويه مزيان والحمد لله على السلامه. شكرا خلاتينا عليك شي شويه. شكرا كيف الحال شويه؟ مزيان الحمد لله. صافا بون اميليوراسيون سو تريتمون سورتو لي بلون بيولوجيك كلينيك راديولوجيك، دونك الحمد لله. هذا كان عندنا سوسبي اللي كان سوسبي في الاول، سوسبي دو كوفيد في الاول، دونك لا سيجوني اون ريانيماسيون كاريمون 24 ساعه، نعس في الانعاش نهار كامل. دونك الحمد لله لي بي سي ار ديالو جوج خرجوا نيجاتيف، التحاليل كلهم خرجوا نيجاتيف الحمد لله. السكانر ديالي حتى هو مزيان ان شاء الله. دابا غتسميتو غيعطيوك الوصفه باش تتبع الدواء ديالك في دارك ان شاء الله، وغادي يعطيوك المواعيد ان شاء الله باش ترجع عندنا دابا واحد الاسبوع ولا 10 ايام ان شاء الله باش نعاودو نشوفو كيف بقيتي ان شاء الله. صافا دابا ان شاء الله. كان عندي سميتو الضيقه في الصدر، كان عندي الميكرو في الصدر ديالي وكنت كنتخنق، هي باش جيت لهنايا. هاد المريض هذا جا النهار الاول في حاله حرجه، كان مزير في الصدر ديالو، كانت فيه السخانه واحد العدد ديال الاعراض، بحيث اضطرينا ينعس في الانعاش، وكان الانعاش الخاص بالمرضى اللي هما مشكوك فيهم، ولكن التحاليل ديالو كلهم خرجوا نيجاتيف، يعني ما كانش عنده الكورونا، ولكن طبيعه الحال راه كانت عنده بنموني، كان عنده الميكروب، وخدا لي زونتيبيوتيك ديالو كما ينبغي، وخرج من مرحله الانعاش وجلس هنايا المده الكافيه حتى تحسنت الحاله ديالو، والتحاليل ديالو ولاو مزيانين والراديوات ديالو مزيانين، دابا غيخرج ان شاء الله. ملي تنتوصلوا بتعب العينات من هذه المديريه الجهويه للصحه تنديروهم في الثلاجه، اولا قبل من ديروهم في الثلاجه هما براسهم تنجيبوهم في الثلاجه وتيكونوا محميين، لان فيهم السلامه اللي جابوهم واللي غادي يخدمهم من بعد، تنديروهم في الثلاجه ومن بعد تناخذوهم لهنا، والسكرتير تتكلف باش دير لهم واحد الرقم، واحد الكود اللي هو تيمشي كاين مع وزاره الصحه، وهذاك الرقم هو رقم وطني، هو به باش نخدموا، لان من بعد هاد العينات هادو تنهبطوهم لتحت ونديروا عليهم البي سي ار ونديروا التحليله ونعاودوا باش تلقوا النتيجه ديالهم وتتخرج مباشره لوزاره الصحه. اذن للتوضيح كاينين جوج تحليلات، التحليله الاولى هي تنقلبوا فيها على الفيروس واش كاين الفيروس ولا ما كاينش، هاد التحليله هادي تنديروها بالبي سي ار، تناخذوا عينات سواء من الانف ولا من الحنجره، ولكن تنستعملوا النتائج هي بحال وتنستعملوا الانف للسلامه بالنسبه للطبيب اللي غادي يدير داك البريليمون على داك المريض، لكن النتائج بحال سواء درناها من الانف ولا من الحنجره. بالنسبه في هاد التحليله هذه تنقلبوا كما قلنا على البصمه ديال الفيروس، يعني الجينات ديال الفيروس واش كاين ولا ما كاينش. بالنسبه للتحليله الثانيه اللي هي تنقلبوا فيها على مضادات الحيويات لي زونتيكور ضد الفيروس، هنا تنعرفوا واش هذاك الشخص اللي درنا له داك التحليله السيرولوجيه اللي هي تناخذوا الدم وتنديروا وتنبحثوا فيها في السيروم ديالو، تنبحثوا على هذيك مضادات الحيويات لي زونتيكور باش نعرفوا واش سبق له كان عنده الفيروس ولا ما كانش عنده. طبعا هنا من بعد ما درنا استخراج الحمض النووي ديال الفيروس ودرنا وجدنا البي سي ار، تنديروها في هذا لاباري اللي من بعد غادي دير التحليله، وهي اللي غتقلب لنا كما قلت لكم قبيله على البصمه ديال الفيروس، على الجينات ديال الفيروس، وهاد المرحله هذه تستغرق واحد ساعتين ديال الوقت، من بعد هي تنتهي هاد المرحله هذه تندوزو لاستخراج النتائج.
progressivement avec la politique de notre ministère qui a été d'élargir le dépistage et faire un dépistage haut niveau, un dépistage de masse. Nous avons au fur et à mesure augmenté notre capacité de prélèvement de manière à atteindre aujourd'hui une capacité de pratiquement, nous faisons à peu près 2000 prélèvements par jour. 2000 prélèvements par jour que nous recevons de la Direction régionale de la santé. Ce sont des prélèvements qui sont faits par secteur d'activité, généralement. La Direction régionale de la santé, elle prélève au niveau des centres, des usines, au niveau des gens du transport, au niveau des banques. Donc, à chaque fois, on s'adresse chaque fois à des secteurs d'activité et on reçoit au fur et à mesure donc, les prélèvements durant la journée. Nous avons un planning de travail ici où nous travaillons 2 à 3 fois par jour, des séries, et on atteint actuellement, nous avons un rythme de croisière à peu près entre 1900, 1800, 2000 prélèvements par jour. تنديرو الديبيستاج دو ماس اللي هو الفحص الشامل ولا هذا الفحص الشامل علاش نديروه لان من بعد ما خرجنا من الحجر الصحي كان لابد الانتعاش الاقتصادي وبعد التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله ان جميع الشركات وجميع المؤسسات اللي غادي يستقبلوا لاول مره من بعد 3 شهور ديال الحجر الصحي لابد نتاكدوا باللي هذوك الناس لان كل واحد منين جاي نتاكدوا هذوك الناس واش فيهم شي واحد اللي هو عنده الفيروس ولا ما عندوش علاش نديروا هذه المساله هذه لان الا كان شي واحد عنده الفيروس وجا لمكان العمل ديالو راه يمكن له يرجع لدارو ويدي مع هذاك الفيروس ويتصاب عنده شي واحد اللي هو مريض يا اما عنده ضعف في المناعه ولا عنده امراض مزمنه اللي يمكن توقع له تضاعفات لذلك لسلامه الجميع لابد تنديروا هاد الديبيستاج دو ماس ولكن اللي تنزيدوا ناكدوا عليه هو ان لي ميزور باريير داك التباعد الاجتماعي والكمامه وغسل الايدي وهذا لابد اننا نحافظوا عليهم ما بعد الكورونا وخصنا لابد نتعايشوا مع الكورونا بهذه الطريقه هذه ملي بدالو دي كونفينمون بدينا الحجر بدا كيترفع بدا المرضى كيرجعوا حنا هادو بدا المرضى كيرجعوا حنا عندنا جوج ديال التخوفات التخوف الاول هو انه الموجه الثانيه لا دوزيام فاغ اللي بدات الارهاصات الاولى ديالها بدات كتبعد يعني هاد المساله هادي طرح لنا مشكل يعني لي كونسلطاسيون العاديين ديالنا وديال المستعجلات العاديين ربما يكونوا داخلين فيهم دي مرض كوفيد وهاد المساله هادي بدينا مسألة دائما كنخافوا منها لانه كنخافوا خاصه على الممرضين ديالنا والاطباء ديالنا لانه واخا كنقول لهم يديروا احتياطات راه غايديروا احتياطات ولكن ما عمرها كتكون 100% كيف خاصها تكون هذه المساله الاولى ثانيا هو انه مفروض علينا في هذه المرحله انه ذاك التباعد الاجتماعي يكون بواحد الشكل كبير بالتالي التباعد الاجتماعي في الزنقه ممكنه ولكن ملي كتكون في الشارع ولا في هذا ممكن ولكن ملي كتكون في السبيطار كتكون عندك كونسلطاسيون عندك فيها 10 ولا 20 ديال المرضى كيكونوا معاهم عائلتهم هذه المساله دائما كتتم بواحد الصعوبه كبيره هذه المرحله الاولى ثاني حاجه اخرى هو انه الاسره ديالنا اللي عندنا الغرف ديالنا اللي عندنا في السبيطار ما يمكنش انا تكون عندي ما يمكنليش نحتفظ بنفس الطاقه الاستيعابيه يعني الغرفه اللي فيها جوج ديال الفراشات خصني ندير فيها ما يكونوا فيها جوج المرضى كندير فيها غير مريض واحد الغرفه اللي فيها 4 ديال الفراشات كندير فيها جوج المرضى زعما هاد الجائحه اكيد هي نقمه ولكن في طياتها نعمه تعلمنا منها بزاف ديال الامور كيفاش كنستعدوا لحاله استثنائيه والحمد لله جميع الفرق كنقول الفرق بما فيها الممرضين والاطباء والمساعدين والتقنيين والاداريين كانوا كلهم مجندين لذلك انعدازت هذه الفتره بكل الحمد لله بكل سلام زعما وتعلمنا منها بزاف ديال الامور العمل الجماعي والاستعداد وتاهب الحالات الاستثنائيه لان هذه الجائحه يمكن غتمشي يمكن غيجيو لا قدر الله جائحات اخرين وخصنا نستافدوا منها والعمل على البعد حتى بالنسبه للمرضى
بقينا كنتعاملوا معاهم بالتليفونات بالواتساب باش الحالات اللي ماشي مستعجله ماشي ضروري يجي كنقولوا بلاتي ولا كنقدموا له غير لوردونونس ولا غير واخا من الناحيه القانونيه مازال ما كاينش هذا لا تيلي ميديسين هذا كاين لو تيلي كونساي لان خاصو تاثير قانوني وكنا كننصحوا كنقول له بلاتي ما تجيش دابا ولا اجي ولا وتعاملنا مع هذه الحالات حتى من غير كوفيد حالات مستعجله اللي خصهم يجيو كنا كنصيفطوا لهم استدعاء بالواتساب وكيعطيوها للسلطات ديالهم في المدن بعيده والسلطات كتعطيهم الموافقه والديروغاسيون بان يجيو باش يقوم باش يجيو ويستافدوا من داك العلاج اللي خاصهم ما خصش يتعطل. بفضل هذا الجهود ديال رؤساء المصالح والاداره وجميع العاملين في مركز استشفائي الجامعي الحسن الثاني تمكنا باننا نكونوا من بين أول المراكز اللي عالج أكبر عدد من المرضى. تقريبا وصلنا لما يناهز 400 مريض وكان في بعض الحالات اللي تعالجت بصفة عامة وخمس الحالات كتجي كاين واحد الوقيته اللي وصلنا حتى ل 220 ناعسين في ضربه واحده. شنو هي 220 مرض كوفيد؟ مريض كوفيد راه يعني واحد الثقل كبير واللي تبارك الله الاطقم الطبيه والتمريضيه كانوا في الموعد وقاموا بالرعايه ديال هذا العدد الكبير ديال المرضى. المصحات الخاصة ما كتستقطبش هي الحالات ديال الكوفيد ولكن كيجيو بواحد الرقم خاص اللي كتصيفطو وزارة الصحة وكتكون مراقبة ومتابعة دوك الحالات إلى حين الاستشفاء ديالهم. وهذه الحالات بالطبع كانت الأدوية كانت تعطيها وزارة الصحة والباقي كتعطيه المصحة. المصحة كانت جهزات واحد العدد ديال 28 حالة اللي كانت كتكون يوميا فيها واللي كتعالج وفيها 11 قاعة ديال العناية المركزة والإنعاش واللي كانوا الآلات ديال التنفس الاصطناعي ميسرين لكل الأسرة ديال الإنعاش كما أنها وظفنا المصحة كاميرات للمراقبة ديال المرضى لأن ما كيمكنش تبقى النهار كله بداك اللباس ديال كوفيد لأن الضغط ديالو كبير وكانت المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة ديال كل المرضى. أن نفس الحاصلة تكون في كل المستشفيات والمصحات اللي يمكن لهم يساهموا في هذا العلاج ديال المرضى لأن لا فرق بين مريض في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاع العسكري اللي كيهم هو مواطن مغربي اللي كتوصل بواحد العلاج وأن الحالة ديال كوفيد في الحالة راهنة نتمنوا أننا نسيطروا عليها ونسيطر حتى بالخصوص على الحالات الحرجة وبالخصوص الوفيات لأنه هو البارومتر هو اللي كيعطينا الحالات كيفاش كتقدم ماشي عدد الحالات المصابة ولكن الحالات المستعصية أو الحالات اللي كتكون في الإنعاش وبالخصوص لا قدر الله الوفيات. عملية رفع الحشر الصحي جاءت كرد منطقي، أولا عدد المصابين قل، وثانيا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، ولكن ما نساوش الفيروس راه مازال كاين ومازال كيحصد الأرواح عبر العالم، داكشي علاش خاصنا نكونوا مسؤولين وواعيين بالخطورة ديالو، نتاخذوا جميع الاحتياطات ديالنا، نلبسوا الكمامات بطريقة آمنة وصحية، ما نساوش نغسلوا يدينا باستمرار بالماء والصابون مدة 20 ثانية، إلا تعذر لنا الأمر نستعملوا المطهرات الكحولية. فاش نبغيو نخرجوا ما نساوش اننا نتفاداو اماكن التجمعات. حلقتنا اليوم انتهت، موعدكم مع حلقه جديده كتهم صحتنا جميع الموسم المقبل في نفس التوقيت.